بعض الضغوط النفسية. يعني أنا بشكل عام أعرف إن الضغط النفسي هو بيأثر على الجسم كله، ده حقيقي. هل له بعد في التأثير على الكليتين؟ والاستريس بيأثر على الجسم كله، بس هو تأثيره على الكلية بيبقى محدود. بالعكس بقى، الكلية هي بتقوم بتعالج بتصليح أو بإصلاح ما يفسده الاستريس. بمعنى أنا كإنسان عندي استريس، ضغط الدم عالي، تقوم الكلية لوحدها بشكل أوتوماتيك كده تسحب مية، تسحب ملح وتنزلهم في البول عشان تقلل الضغط، عشان تقلل الاستريس الضغط عامل. او تهدي فهي المريض. الكليه من الاعضاء اللي بتتعامل مع موقف الاستريس اللي بيتعرض ليه والله الجسم. معلومه مهمه جدا. طب حلو حلو.